فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حججنا قبل سنوات مع حملة، واستأجروا لنا سكنا بالعزيزية، ولم نبت. يبون أرخص، يبون أرخص لهم، أوفر لهم. نعم، الحج صار تجارة الآن، ما هو عبادة. الواجب على الحجاج أنهم يشترطون عليهم، يسكنونهم في منى، ولو زادوا عليهم بيه. يعني حجاج يريدون الحج والأجر، لو زاد عليهم يحملون، واللي ما يستطيع يتحمل لا يحج، هو يترخص ياخذ حج الرخيص علشان انه فقير او على، لا، اذا صار ما يستطيع اتمام الحج لا يحج، اما اذا كان يستطيع فيصبر على الغلاء تقربا الى الله سبحانه وتعالى، ولا يترخص يصير بالعزيزيه ولا يصير، ما يجوز هذا. نعم.